المسؤولية جماعية وكبيرة لكي ننقذ القطاع التربوي. بعد زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كشف عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون عن مبادرة من الجالية اللبنانية لدعم الكادر التعليمي والإداري في عدد من المدارس والثانويات في مدينة بنت جبيل وبلدتي تبنين وبرعشيت. فكان عندي زيارة إلى أمريكا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ميشيغان، وإلى كندا مونتريال لتمثيل حركة أمل والأخ دولة الرئيس بذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر. ومن خلال هيدا الشيء أنا بقيت بأبناء الجالية من كل الأطياف والمناطق. وبالتالي علينا من كل واحد من موقع مسؤوليته، لأنه كلنا مسؤولين، من موقع مسؤوليته أنه يهتم بالقطاع التربوي وبالملف التربوي والتعليمي على الأقل من خلال ضيعته. كل إنسان كان يكون مسؤول من خلال ضيعته بمدرسته، لأنه معظمكم أنتم يا مستر بين، إذا مش أنتم أبنائكم أو آبائكم تخرجوا من هالمدارس الرسمية اللي هي أساس التعليم بلبنان. للأسف اليوم المراد من المدرسة الرسمية أن تغلق أبوابها. نحن لازم نكون عندنا الحس الوطني والمسؤولية الوطنية والإنسانية والإخلاقية والدينية والشرعية أنه ما نخلي المدرسة أو التعليم يسقط بلبنان، لأنه إذا سقط التعليم سقط الإنسان، وإذا سقط الإنسان سقط الوطن. فبقى في شيء نقصد عليه المتحدة الأمريكية لتغطية نفقات بدلات نقل الأساتذة من خلال تقديم قسائم لمادة البنزين. المدراء المدارس المعنية قدرنا نأمن مبالغ من المغتربين من أيادي الافتراضية البيضاء مثل ما أنا ذكرتها. يعملوا دراسة علمية شاملة، يأخذوا بعين الاعتبار بعد المسافة ما بين المدير ما بين المدرسة وإقامة الأستاذ. ويحتفوا، والعنصر الثاني عدد ايام حضور الاستاذ على المدرسه، وبالتالي يحتفوا بدل النقر من خلال بنات البنزين، بحيث انه من خلال هالعنصرين او هالمعيارين اللي هن بعد الاستاذ عن المدرسه بالكيلومترات زائد عدد ايام حضوره على المدرسه، بتم احتساب قد ايه هو بحاجه لبنات بنزين على مدى الشهر. ومن خلال هالشيء احتسبنا عدد اللترات الشهري وضربناهم بعرض العام الدراسي، طلع معنا المبالغ المتليجة علينا. اطلعنا الصرفة تجاه المستربين، جبوا بكل رحاب الصدر هذه المبادرة. والناس اللي انتقلنا فيهم هن من الاقتراب بنت جبيل المدينة وتبنين البلدي وبرعشيت البلدي على مستوى قضاء بنت جبيل. كان بودنا انه نحن نوسع المبادرة اكثر، لكن للأسف في ضيق الوقت انا ما صار لتلاقي اكثر من مع جاليات اخرى من بلدات اخرى على مستوى القضاء او خارج القضاء، فانحصرت المبادرة بهول الدين. سيتولى تنفيذ هذه المبادرة مدراء المدارس الرسمية بالتعاون مع الهيئات الإدارية والتعليمية، وفق ما أكد بيضون في اتصال مع الجديد. صحيح، من خلال بنات بنزين إذا بدي توزع على من قبل المدير اللي هو بده يتولى تنفيذ المبادرة. مع الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرسته، يعني تشمل المبادرة على بكل أنواعه. مع الموظفين الإداريين، لأنه كمان كلهم عم يشتغلوا بالذات العربي، عم بجروا الذات العربي اللي هي المدرسة الرسمية. وعلى أي ولأي وقت، يعني قد ايه رح تغطي وقت هيدي المبادرة؟ رح بتغطي العام الدراسي وحالي كله. بيضون لفت إلى أن القطاع التربوي بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل انطلاقة العام الدراسي بما يليق بلبنان. للمستقبل اليوم إذا بدك للمستقبل، أنا بطلق طرحة من خلالك أنت من خلال منبري، تقول أنه كلنا لازم نكون مسؤولين على مستوى الملف التربوي، لأنه بحاجة الملف التربوي لكل الجهود، ويدوب نقدر نكمل، لأنه بعد عندنا مبادرات لازم تنطلق باتجاه الطالب لحتى يقدر يوصل على مدرسته وعلى جامعته، بعد عندنا مبادرات لازم تنطلق على مستوى الصيانه والأدوات التشغيلية للمدارس من مازوت وطاعة شرطية وإلى ما هنالك وكرطاسية و و و و وبالتالي لا، الملف لا يقتصر فقط على تعزيز دعم الاستاذ من خلال تامين بدل النقل او وصوله الى المدرسه، المساله اكبر من هيك. وبنعمل بهيدي المبادره تكرش كره الثلج البيضاء مثل ما بنقول، لانه هي نبعت من ايادي اقترابيه بيضاء، تكرش اكثر وتكبر وتتنامى على كل اضياع القضاء وبلداته وخارج القضاء. أمل عضو لجنة التربية النيابية أن تستكمل المساعي والجهود المشتركة الهادفة لتشمل باقي الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية على مساحة كل لبنان، فتلقى المبادرة تجاوبا من أهلنا المقيمين والمغتربين في البلدات على غرار جمعية أبناء برعشيت في ميشيغان.